لا حقيبه اليد، حقيبه اليد انا بعتبر كل ست وصبيه لازم يكون عندها اكثر من ستايل لانه تيتناسب مع كل اسلوبيه بتلبسه. يعني مثلا الكلتش هذا من المفضلين عندي لاميريكا ترانزو لانه برنتد وكلتش كبير. عاده الكلتش اللي بنلاقيهم بالسوق بيكونوا صغار بس للمساء، انما هيدا الكبير نقدر نحمله خلال النهار وبتناسب مع الوان عديده وهو بيكون كمان الفوكل بوينت باطلالتنا اذا كنا لابسين لون واحد. بالنسبه للحقيبه الثانيه اللي انا كمان بحبها وياسا كمان كثير مناسب هو هيدا حقيبه اليد اللي فينا نحملها باساليب مختلفه. في عندها هيدي المسكي وكمان عندها بانك كونوتيشن وبنقدر نحملها اذا بدنا نكون هيك ليدي لايك، فبنقدر نحمله هيك مثلا. وهذا كمان عزيز على قلبي هذا لانه هديه من اختي وكمان بحبه كثير. واسلوب اخر يلي هو حقيبه اليد الصغيره يلي فيها نحملها هيك شوي على يعني على الكتف او نقدر نحطها كروس بودي. وكمان نرجع نقول الكونوتيشن البانك اللي عم قول الجنزير اللي هو كمان له من الاساليب تبعي هو هيدا البوي تبع شانيل، انا كثير بحبه واخترته لونين مختلفين حتى بيتناسبوا مع اغلب التياب اللي بنكون لابسينها خلال فصل الشتاء. وبالنسبه للاحذيه اخر شراء اشتريته هو هالبوتيز يلي هن ليبرد برنت علما انه الانيوال برنت دارج هيدا الموسم، انما لازم ننتبه انه بيكون كثير تيكي اذا بنلبس كلنا من فوق لتحت الانيمال برنت، فلازم نكون كثير دقيقين بهالموضوع. مشان هيك يلي ما كثير صبايا اللي مش كثير جريئات بيقدروا يستعملوا اكسسوري او مثلا شوز او بيلت اللي هو من الانيمال برنت لحتى ينسقوا اطلالتهم. انا لإلي هو الجيمي شوز البوتيز هن كانوا ماست هاف لهيدا السيزون، الى جانب بوتيز اخرين انا لبستهم اليوم من كلوي وهو البوتيز الحمر كمان بفتكر هو اللي ماست هاف لإلي. مثلا هيدا العقد من توب شوب كثير حبيته، اتس بولد نكلس ستيتمنت، وبفتكر الصبيه اللي بدها تلبسه لازم يكون عندها عن جد شخصيه بارزه لحتى تقدر تحمل هيك نكلس. اتس ا نايس بيس وهيدا من المفضلين عندي لهيدا الموسم.